يا هلا والله وحي الله اللي يشوفونا على روتانا خليجيه. برنامج ساعه شباب بدا في اولى حلقاته من هذا الموسم الجديد، راح ان شاء الله نكون معاكم في هذا الموسم نستمتع. نمسي عليكم بالخير وحي الله لميا. الله يحييك طراد، اكيد ومساء الخير عليك، كل عام وانت بخير، ومساء الخير على كل اللي يتابعونا في قناه روتانا خليجيه مع اولى حلقات برنامجكم اليومي ساعه شباب. واكيد طبعا راح تكون فقرات جدا مختلفه وموسم جديد، واكيد اقول لكم كل عام وانتم بخير. اكيد مع الاستوديو الجديد لازم في حاجه جديدة، فقرات حاسين انه عيد واجواء جديده، وكمان ايضا موسم الحج. من قوه احساسنا بالعيد مطقمين مع الكنب، يعني حنجلس على الكنب لابسين كنب، ما احكي لكم كيف الوضع. درجات صدفه اليوم، ما كنا ابدا مخططين لهذا الموضوع وجايين ما كنا نعرف، فشفنا جت صدفه عموما. يعني لما تشوفي لما توضحي كثير للناس تحسسهم لانه احنا متفقين على الكلام. لا 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 ابدا ما كان اتفاق صراحه. عموما طبعا ما كان اتفاق، فجاه جينا لقينا، بس هذا من اكيد من اقول لك المحبه، سبحان الله التخاطر كذا يسوي. عموما احنا ان شاء الله راح نستمتع معاكم في كثير من الامور، وعشان هذا الموسم داخلين على اجواء او خرجنا من اجواء تحديدا اجازه وعيد وحج، عندنا كثير من الامور اللي حابين نشارككم فيها، تحديدا اجواء الحج اللي لابد مننا انه احنا نشارككم اياها. واولى الامور اللي يعني اللي لازم لابد نلفت انتباهكم لها، لكل الجهات اللي المشاركه راح تكون مشاركه في هذه المجموعه من الصور اللي جهزنا لكم اياها، هو اقرب اقل حاجه ممكن نقدمها في هذا الموسم من خلال هذه الصور، خصوصا تراد في موسم الحج. وهذه المره راح نستعرض معاكم ابداعات اثنين من المصورين الشباب المتواجدين في المشاعر المقدسه. اكيد راح نشوف في البدايه المجموعه الاولى للصور، وهذه الصور راح تكون حصريه طبعاً لبرنامج ساعه شباب. اكيد عندنا اكيد من المصورين، حنبدا مع مين صبري؟ محمد. حنبدا مع محمد، نشوف صور محمد المالكي بهذه الصور الموجوده طبعا من اجواء او المشاعر المقدسه واجواء الحج اللي احنا شايفينها. كثير من الامور لما نشوف هذه الصور ترى مره يعني حقيقي يكون فيها الكثير من الروحانيه، تحرك من داخلنا اشياء كثير. ايوه انه نحن نكون موجودين في الحج ان شاء الله. انا نويت اني احج السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. الله ينوي لك باذن الله. والله هو شوفي حلو انك تصور مصور قاعد ينقل مشاعر الحج، شيء جيد. طبعا هذه صور ماجد المالكي، عفوا صبر قلت لك محمد قلت لي. طيب عموما نوجه تحيه لماجد المالكي اكيد طبعا ومحمد المالكي، يعني نشكرهم على هذه الصور الحصريه. حقيقه مره من الاشياء اللي فعلا نسبة اقول لك اللي تغير من مشاعر الانسان انه يشوف حاجات مؤثره فعلا. واكيد طبعا خصوصا بعد ما شفنا، نحن ما كنا متواجدين معاهم في الحرم المكي، ولكن السوشيال ميديا والصور هذه هي اللي بتنقل لنا الروح الموجوده في المشاعر المقدسه وفرحه الحجاج فعلاً بتاديه الحج. وحقيقه يعني نتمنى نشوف كذا الاطفال قديش بيخدموا الحجاج، واكيد الفرق التطوعيه المتواجده اللي قاعدين يخدموا الحجاج بكل نشاط وبكل ابتسامه وروح حلوه. حقيقي نحن نقدم لهم تحيه على جهدهم وتعبهم اللي بيبذلوه كثير في موسم الحج. على فكره ترى الناس اللي متواجدين او الشباب البنات الموجودين هناك، الامور اللي بيسووها واللي بيحاولوا انهم يقدموا الخير بكل الطرق حيكونوا باذن الله معنا خلال ساعة شباب، لانه حقيقه هي ما هي مساله بس احنا حنستضيفهم ان شاء الله ويكونوا هنا عشان نعرفوا يعرفونا ايش سووا، لا، كيف وصلوا لهذه المرحله عشان يعطوا هذا او يوجهوا هذا العطاء بالشكل السليم، سواء ب يعني زي ما تقول في ناس يتعاونوا مع حكومه الرشيد وفي ناس لا من عندهم، حنشوف ايش الفرق. بيكونوا كلهم متطوعين ترى خصوصا الشباب والبنات. وعندنا ايضا الصور الاخرى من تصوير المصور محمد المالكي، خلونا نستعرضها مع بعض واكيد نعلق عليها. طيب رجال الامن طبعاً وما ننسى دورهم الكبير في توجيه وارشاد الحجاج في مراسم الحج. يعني حقيقي حتى في منهم يعني عندهم لغات معينه عشان يتواصلوا بها مع الحجاج. في ناس مخصص يعني عندهم مختصين في هذا الامر، لكن اجتهادا منهم يعطيهم العافيه. الكشافه ايضا زي ما احنا شايفين لهم يعني ايضا جهود كبيره جدا في توجيه وارشاد كل الحجاج الحجي بشكل عام، خصوصا كبار السن. يعني مناظر صراحة تقشعر لها الأبدان. أكيد طبعا. وهذا صورة للأمن عند رمي الجمرات، وشايفين قد إيش الحمد لله كانوا جدا مرتاحين، وكان الأمن متواجدين دائما لحماية الحجاج في مراسم الحج.
حلو. شوف السعاده كيف قديش مبسوطين، اللي بياخذ سيلفي اللي بياخذ الصور، وعايشين اجواء جميله جدا. يعني فعلا اوقات يقول لك فعلا الصوره تتحدث عن الواقع. اكيد طبعا اللي ودائما احنا بنلتقط هذه الصور لتوثيق اللحظات الجميله اللي بنشوفها عشان نتذكر في يوم من الايام. انا صراحه شفت الكثير من الصور وشفت الفيديوهات اللي تداولوها على مواقع التواصل الاجتماعي، طرات حقيقي يعني اتمنيت اني اكون موجوده في هذه اللحظات لخدمه الحجاج. محمد المالكي وماجد المالكي شكرا لهذه الصوره الجميله، ودائما يعني باول بنشوف صور، انا شخصيا بشوف صوركم، يعطيكم العافيه. وحقيقي ايضا ما نقدر ننكر يعني جهود باقي المصورين، لكن احنا ما سنحنا لنا فرصه لناخذ محمد وماجد. في عندنا كثير برضو من الجهود اللي بتكون مبذوله، وراح نجيبها طبعا في او نتكلم عنها فقرات البرنامج، من ضمنها فقره المشاريع اللي راح تكون فقره التطوع اللي هو الفتيات اللي حيشاركوا. ما بحرق لكم أكيد الفقره. طبعا احنا لازم نسلط الضوء على هذه الفقرات، خصوصا مع افتتاحيه او بدايه برنامج ساعه شباب، ولكن انا متاكده انه مشاهدينا متحمسين اكثر يعرفوا ايش اللي راح يتغير في البرنامج هذه السنه او هذا الموسم. مو بس الاستديو زي ما احنا شايفين، اكيد راح تتغير اشياء مره كثير، ومنها الفقرات برنامج ساعه شباب مثل ما عودناكم، هو منكم ولكم. طب ممكن بس سيبينا البرنامج شوية؟ أي. كيف إجازتك؟ والله الحمد لله رائعة جدا الإجازة. سافرتي ولا لا؟ لا استناك ترجع من السفر عشان أسافر. عموما كل واحد قضى إجازته بالطريقة اللي تناسبه، وأهم شيء أنه غيرنا أجواء، داخلين على أجواء مختلفة. وغير كده حندخل على فقرات ثانية بعد الفاصل، راجعين في ساعة شباب.